السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حتة الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي حضرتك، حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي؟ زملكاوي. أنت يا عم؟ أنت هو فين صاحبك يا عم؟ أنت يا عم؟ أنت قلت له حاجة زعلت؟ يا عم ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي، اتفاجئت، بقول له زملكاوي اتفاجئت راح كلبشني كده. يا ابني صرفوا يا ابني، اعملوا اي حاجه. هنتصرف ازاي احنا ما نعرفش. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على التريسايكل. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطني. انت بهدلت الصندوق كده ليه؟ يا عم بهدلت الراجل اللي كان يعني الصندوق ده انت عارف تمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم انا مالي امال تمنه؟ هديك تمنه بس اتصرف فكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم قوم يا ابني اسندك اهو اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه؟ يا عم ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم صاحبكم اللي كان هنا قولوا له. نعسان صحوه يا اخويا. انا نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم صحيه. ما ينفع بقول لك نعسان يا عم صحيه. يا عم صحيه يا عم. انت مش فاهم، هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكو؟ هو زفت سعفان ده ولا نحسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نحسان. نحسان نحسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي. يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسر وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه دي مش فلوس. هعمل بيه ايه الصندوق؟ ده لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس اسرح بصندوق. حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفك لي دي. هو انا اللي قفلتك؟ اتصرف وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت... عمل الحكايه دي ثلاث اربع مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبهولك. انا دي. مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك فيه. انت اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا هقعد بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السوداء دي كده كتير؟ ازعج لي ليه؟ انا راجل حاجه. علوان 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 مين؟ علوان الغالي. غالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ ابوسك في دماغك. تبوس مين؟ ابوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ دوبتنا ودوبتنا لف عليه. علينا فين؟ ابوس دماغك. علينا فين؟ ابوس دماغك. انت جيت مصر اتنكرت لنا خالص. انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك. هم مين؟ حبيبي علوان. هم مين؟ علوان ولد. هم مين؟ ولد. ما تزقش امك كده. ايه ما تزقهاش ايه؟ طب بشرى الحلوه دي القمر اللي انت خطبتها؟ طبعا عمري ما شفتها دي. بشرى؟ بشرى مين دي؟ بشرى القمر اللي انت كنت تقول احب هموت فيها يا عم. بشرى نفسيها. انا معرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا معرفهاش. تعرفش خالك عبد ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفكوا ولا اعرفه؟ انا اعرفها. تعرف مين؟ معرفكوش. ما تعرفش بشرى؟ بشرى مين وام مين وخالي مين؟ يا غالي يا جم... يا قمر انت. قمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبه عمري. هي دي؟ دي؟ انا معرفهاش. دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. ايه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت. لا. هناك. امال في البيت هناك؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حته؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن منكم اللي مربيني. انت عندك كام سنه يا علوان؟ عندي 18 سنه بالظبط يا علوان.
ايه بالظبط ايه؟ بالظبط يا ولدي. بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمه دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين، بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ علوان من انت التاني؟ والله ايه ده، انا محمد. انت معاه ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا. ادي راجل ماشي اهو. جالي ايه؟ قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله، اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ يا لهوان حبيبي، يا لهوان يا ولد حبيبي يا حاجة ابو دماغي كبعيد. انا ما اعرفكوش. طب استني يا اختي، قلبي بيستخدم عليك يا ولد. ما تزقش اختي، ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعق ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجاي تتبلى عليا. اخس يا علوان، اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب. علوان مين؟ خلي رشواني بوسك، بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ ايه ده؟ قريبك. ايه ده؟ خلاص يا رشوان، خلاص يا رشوان. خلاص، أنت مش عاجبك حد خالص من قريبك. أنتوا في إيه يا جدعان؟ طيب مهراني بوسك. مهران مين؟ الصعو. خلاص خلاص يا مهران، خلاص يا مهران، خلاص يا مهران. ما تضايقوش. أنا هقول لك على حاجة. انت واد كويس وطيب وابن ناس، احنا عيلتك واهلك وناسك، ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. صعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. قول. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟ هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اها هورهولك. اها هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ اي عايز استأذنكم في حاجة. عايزكم تشوفوا محمد عيسى عمل معانا ايه، والرعب اللي رعبه لنا واللي هو كان فيه، عشان ايه؟ حاجة خايبة قوي. اتفضل محمد عيسى اهو. واستأذنكم نبص بس، نبص بس. معلش زمانها جاية يعني، والاتوبيس طريق زحمة ولا حاجة. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ دقيقة واحدة بس عايزاك كلمة ثانية. انا بشرى. بشرى شكراني. عنوان. ازيك يا عنوان؟ عنوان ايه يا عم؟ ازيك يا عنوان؟ يا عم انا مش عنوان. وحشني يا عنوان. عنوان ايه يا عم الحاج؟ وحشني يا عنوان. ده اسمه محمد. انا مش عنوان يا عم. اسمه ايه؟ محمد. اسمه مين؟ اسمه محمد عيسى. انا عبودود. عبودود مين؟ حضرتك عايزه تعرفي انا اسمي بالكامل؟ لا انت حضرتك عايز مين؟ انا عايز علوان. انا مش علوان والله. محمد والله العظيم ما علوان. انا خالك. ده اسمه محمد. انا خالك يا علوان. انا محمد. عايز. يا عم عايز مين؟ عايز هربت مين؟ بالبلد يا علوان. هرب. هرب مين؟ تجيب له مصيبه. انا عايز علوان. ده علوان. ده مش علوان. ده اسمه محمد عيسى. محمد عيسى ده جوزي. اه اسمه محمد عيسى. لا انت غيرت اسمك يا علوان. لا محمد عيسى مش علوان والله العظيم. ثانيه واحده. اتفضل. اختي اهي. ايوه اللي هي امك اهي. ولدي. امي. ولدي. امي. مين يا ستي؟ يا امي. يا امي فين؟ امي يا حاجه. فين امي يا ستي؟ حرام عليكي. يا ستي سيبيها. استنى بس. سيبيها تبوس. امك ماتت بقالها قد ايه؟ ماتت بقالها سنه. حماتي ماتت. بقي في حياتكم والله ما اعرف. حياتك يبقى يا اخويا. طلعت عايزين دلوقتي. يا سيدي انا مش على عازه ولا على البتاع. انت عايز مين يا اخويا؟ انا دلوقتي عايز علوان. ده مش علوان، ده بقول لك اسمه محمد عيسى. ده علوان. ده محمد عيسى. ايش عرفني ان محمد انت عيسى؟ انت مالك ومالنا فيه ايه؟ ايش عرفنا؟ طلع له البطاقه. الست دي بتسحب الدموع. بوسيه. ولد حبيبي. بوسيه. يا امي. يا ستي والله ما عرفني. يا حاج. يا ستي ده انا من دورك. استنى بس يا محمد. ازاي امي وانت من دوري؟ استنى يا محمد لما اشوف الموضوع. اتجوزت وهي صغيره. دي اتجوزت عندها 8 سنين. 8 سنين. اديني يا ورقه نعرف انت مين. طلع البطاقه يا اخويا. ايوه ورقه. طلع لهم البطاقه يعني. طلع البطاقه. ما بنعرفوش نقرا.
تعرفش هخليها معاي خمس دقايق. لا يا اخوي حد يكون بيعرف يجري. أرهنك البطاقة يا عم الحاج. أرهنك إن أنت اسمك علوان. والله مع علوان. والله العظيم مع علوان. أنت هربت من البلد ليه؟ أنت هتجيب لي مصيبة يا حاج. هربت ليه؟ والله ما هربت ولا أعرف البلد اللي بتقول عليها دي خالص. كنت عندنا في البلد. بلد إيه؟ ده اسمه محمد عيسى يا أخوي. محمد عيسى؟ أيوه. يعني أنا غلطان؟ وحضرتك واسمه في البطاقة. علوان. علوان مين يا أخويا وأنت عامل زي الحيطة؟ مين ده؟ لا علوان. يا عم أنت جايب لنا مصيبة في إيه يا حاج؟ إذا كنت هربت من البلد عشان نصيبة. أنت جايب لنا مصيبة. هنخلصها. انا ما رحتش البلد بتاعكم دي خالص. ما رحتش البلد خالص. ما عرفتش بلدك دي فين حته. طب بنتك الغلبانه تترمي في الشارع. انا ماليش بنات وما بخلفش. تعالى يا بشرى. اهه بنتك بشرى. انتوا مين؟ احنا نخلص من امه وتطلع لنا بشرى. مالها بشرى؟ يعني نرميها في الشارع؟ لا نرميها ولا تولع ولا تروح في مصيبه. مش انتوا عايزين ايه؟ مش ده ابوكي. بوي يا ابني انت يا عم. انت ابوك منين؟ ده انا ما بخلفش. احنا ما بنخلفش بقالنا 30 سنه متجوزين. تقول لي لمكوا علينا. انتوا في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ في ايه يا حاج؟ بقى تعالى شوف احضر. تعالى يا اخويا شوف الموضوع. ايه مين الناس دي يا عم علوان؟ علوان انت راجل. علوان مين يا اخويا؟ انت جايب مصيبه. انت جايب مصيبه. طب انا روح يا عم. انا الحق على ده. خلاص خلاص. في ايه؟ عايز اقول لك يا عم ادينا البطاقه. مفيش سر. قول اللي انت عاوز تقوله علني. عايز اقول لك سر. مفيش سر. اتفضل سامعك. عايزك تيجي معايا البلد بس تستلم مني السلاح اللي في جيبي ده. دي الليلة السودا دي. دينا البطاقة وخلصنا يا عم. انتوا خايفين ليه يا عم؟ دينا البطاقة وخلصنا. دي ليلة سودا. ده موضوع سهل خالص. سهل ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما تخافوش. في ايه طيب؟ في ايه؟ اطلع هنوريكوا كل شيء. تورينا ايه طيب؟ دورة. دورة؟ ايه ده؟ الله يخرب بيت الليلة السودا. دورة. اي جايب هنا عشان دورة. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. على فكرة اوعى تفتكر نفسك انك جامد قوي. انا اتزحلقت عشان تبقى فاهم. من الاخر. اما دلوقتي اللي كان المقلب وعمل عمايل غريبة الأستاذ أمير وجدي. علوان. 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 ازيك يا غالي؟ علوان مين؟ ازيك يا علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ الله 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 الله. ازيك يا حبيبي؟ الله الله الله. في ايه يا عم؟ ازيك يا غالي؟ غالي مين؟ يا عم تلات سنين ندور عليك. ويقصد مين؟ انت يا عم. انت انا مين يا عم؟ ايه علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبي؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف علوان بتاعك. وحشتني يا علوان. وحشتني يا غالي برضك. علوان يا عم. علوان مين؟ انا ما اسميش علوان. انا ما اسميش علوان. انا خالك عبد ودود. مين؟ خالك عبد ودود. ولا اعرفك. وهمك اهه. وعلوان ولد. لا لا يا ست ما اعرفكيش يا عم. ما تقولها حاجه. ما اعرفهاش يا عم. ما تعرفش دي؟ لا ما اعرفهاش. ما تعرفش ان شلتك 9 اشهر في بطنها يا ياض؟ مين دي يا واد؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده. ولا اعرفها. لا تعرف امك ولا تعرفني انا. امي؟ انا عبد ودود يا ياض. يا عم مش امي دي يا عم. دي مش امك؟ طب دي مين؟ مالها دي؟ اوقف يا عاده. مالها؟ افتكرها دي مين؟ ومعرفهاش مين. بشرى يا واد خطيبتك. خطيبتي انا؟ ايوه قدامك اهي. ليه ان شاء الله؟ مالها بشرى؟ عملت ايه في حياتي عشان دي تبقى خطيبتي؟ هي ما تغلط يا واد. هتغلط. نزلت إيه؟ مصر خلاص. بصت خلاص. مصر مين يا عم؟ انا على طول عايش في مصر. في ايه؟ دي خطيبتي دي؟ دي انا اعرفها. مش دي امك يا واد؟ ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا يا ستي ما اعرفكيش. يا ستي في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ ما اعرفكوش والله. ما اسمع علوان والله. البت دي ما حفيتش عليها؟ مين البت دي؟ دي ايوه. ليه ان شاء الله ما حفيتش عليها؟ عشان من قلة البنات. من قلة ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم. يا واد بلا قلة حياة يا عم. ما تغلطش فينا. انا عبد ودود يا يا عم. انا لا اعرف عبد ودود ولا اعرف امي ولا اعرف مين اللي انت بتقولوا عليه ده. لميت علينا الناس اهو. لميت علينا إيه إيه يا عم؟ ما اعرفش ايه ده يا عم. انت في ايه؟ في ايه مالكم؟ ايه في إيه؟ انا عارف في ايه. الناس عايزه منك ايه علوان؟ في ايه؟ يا عم مين انت؟ رخ
في عايزين ايه دول؟ الوان مين؟ يا الوان انا محمد في ايه؟ قول لي بس اقف جنبك انا اقول لي الموضوع ايه بالظبط. الوان مين يا عم الحاج؟ الوان مين؟ اتكل على الله. طب انا غلطان انا جاي اقف على الله. اهو واحد اهو. ده ايه اللي دي؟ لا معانا ولا معاه. امال مع مين بالظبط؟ انا معرفش فيه. قال اسمك علوم. يا عم ده كذاب. عايز اقول لك كلمه. كلمه مين؟ كلمه مين يعني؟ ما إيه كلمه ايه يعني؟ بتاعت ايه؟ كلمه سر. سر بيني وبينك انت؟ وتحتفظ بيه جواك. في ايه يا عم؟ سر اللي احتفظ بيه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ عايز اديك حته سلاح. سلاح يا نهار اسود. سلاح ايه؟ ما تخافش. سلاح ايه؟ ما تخافش هوريك سلاح عمرك ما شفته. سلاح. بصي بس بصي بس بصي بس. تيجي نازل من عربيتك او تيجي تركب عربيتك تلقى تيتا وديده جايبه لك اكياس وقمصان وبنطلونات وحاجات كتير وبتقول لك احسب لي الحاجات دي عشان البت دي مجنونه معايا مش عارفه تحسب لي حاجه. لو تكرمت هتعمل ايه؟ هتقف وتعد وتحسب زي ما حصل مع ضاحي. وتعالوا نبص بس. بصي بس. شكرا. كابتن كابتن كابتن. انا حاجة. ايوه انا بتجهز. ولا كابتن امور يا حاج. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا بصراحه كنت عايز استاذنك. امور يا حاج. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه يا حاج. عدمي زهامي زي حلاوة التحنية. لا الف سلامة يا حاج. كنت عايز استأذنك في حاجة. امور يا حاج. نزلنا السوق انا والبت دي. نزلنا جبنا حبة حاجات. امور يا حاج. انا فوجئت بقى ان الحساب هي ملخبطاني فيه. هل ممكن تساعدني حضرتك يعني اراجع الحساب معاك؟ انا خدامك يا حاج. الله يخليك. الله. هي شهامة ولاد البلد. الله يخليك يا حاج. هي شهامة ولاد البلد. الله يخليك. ثانية واحدة بقى. الكيس الأزرق ده ب 500 جنيه. أيوة حاج. احسب لي بقى إيه؟ لا أيوة الأزرق التاني. إحنا الأولاني قلنا كام؟ 500 يا حاج. قلنا إيه؟ 500. قلنا 500. أه. وده حضرتك 900 يبقى كام؟ 1400. 1400. حضرتك مجموعة تانية. الراجل في منتهى الادب ومنتهى الذوق. الله يخليك يا حاج. ايه الادب ده؟ الله يخليك. ايه الاخلاق دي؟ الله يخليك يا حاج. اسم حضرتك ايه؟ ضاحي. وانا اسمي وانا مؤاخذه بس هريح على العربيه ثانيه كده عشان ظهري. اتفضل يا حاج. وانا اسمي وديده. اهلا وسهلا. كانوا بيدلعوني وانا صغيره يقولوا لي يا دوده. دوده؟ ايوه. اهلا وسهلا. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعت انا يا باشا. واقف تبيع في الشارع؟ انا ما ببيعش يا باشا، دي بتاع الحاجه دي. حاجة مين؟ الحاجة بتاعتك انت يا حاجة. حاجة ايه؟ الملابس دي بتاعتك انت. مش سامعاك عشان ودني دي. الحاجة دي بتاعتك انت. ودني دي فيها طحلب حضرتك. ايه؟ فيها طحلب حضرتك. من ايام ما كنت بلعب سباحة الطحلب ده مسك في ودني فركب على الركاب والمطرقة وقفلها فما بسمعش كويس. طحلب؟ ايوه اسمه طحلب حضرتك. بس فانت بتقول ايه حضرتك؟ مش عارف. بقول حاجة دي مش بتاعتي انا، بتاعتك انت. بتاعت انا؟ ايوه بتاعتك انت. ضحكتك انت. الحاجه دي بتاعتك انت. في ايه يا ضحك؟ ده انت نهارك هذا. انت ماسك التيشيرت تقول بص شوف تيشيرت طاح اهو. بص شوف تيشيرت طاح اهو. أيوة. انا قلت كده؟ ايوه وعملت الحركه اللي بتعملها يا ست. حرام عليك الحاجه دي بتاعتك انت. انت اسمك ايه يا ابني؟ ضاح يا فندم. شفت حضرتك؟ ما انا لسه هسيب لي على الحزب يا باشا. طب انا اعرف منين انت؟ ما انت قلت تعرفني على اسمك. عرفتك على اسمك. انا اتعرف على اسمك. انت اسمك دودة. دودة دي ولا اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ما اعرفش اسمك. قلت لي اسمك دودة ولا دودة دي؟ دودة؟ ما اعرفش. قلت لي بقول لك ايه؟ في واحدة اسمها دودة. ما انت ما اعرفش انا اسمك ايه. انا الاسامي اللي انتوا بتطلعينها دي ما اعرفهاش يا باشا. انا ماليش حاجة في العربية. الحاجة اللي بتاعتك انت. بتاعت مين؟ بتاعتك انت الحاجة دي. يا سلام. انا كنت واقف اقول بس شوف
التيشيرت ده اهو. انت وليه شرانيه يا ست؟ ده انت وليه كبيره وشايبه. شايبه؟ اه شايبه يعني. والله انا الصبيه يعني انصب بفلوسي. انا جارك العربيه وبتحسب لي حزب دجيزات معاك يعني اجيب بدايه يا ده. ست نهار خليه يعدي بدل ما اخلي نهار طين على راسي. طب ثانيه يا ست ما افهمش. ثانيه ولا ربع ثانيه. الحاجه اللي تحتك انت. هسالك سؤال. ما تسالنيش. الرف ده كله المرشوش هناك ده ما اعرفش عنه حاجه. انا ده انا جاي ما اعرفش حاجه عنه. يعني انا جايبه هخش فيك السجن. تخش في مين؟ فيك انت. افهمك بالمحسوس. محسوس؟ انت راجل واقف تاجر في السوق. تاجر يا ست؟ انا اول مره اشوف شكلك المجندل ده. يعني انت عشان تغلط فيا اديك بالاربعه دول في مراخيرك. ما عشان انت حرمه لو مديت عليك هموتك. عيب. هو جاب حاجات كويسه المره دي جيت اشتري، وقبل كده اشتريت دي منه من 6 سنين. شوف الوليه برضو الضلاليه. الله يرحمك يا تانت اوت، كانت تقول لي لفون بيفيان. ترجع تقول انهم فرديال ينفلديال النهار كله وتغني لي ده انتوا ايه لمقطرنا بقطران؟ ليه كده الغلط ده؟ بتغلط ليه يا ست؟ اغلط في مين؟ انا اغلط يا حرج؟ ده انت جننتيني لا دي يعني جننتيني خالص. تغلط فيا؟ ده انا اغلط فيك وفي اللي خلفوك كمان. انا مش هغلط فيك وقرعه كمان. يا نهار ازرق.